جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة قبلها. حتى تتخيل إن 15 سنة فقط هيكون لك أجر سنتين، سنتين بكاملهم، في نفس الوقت قد تعتق رقبتك من النار فلا تشقى بعدها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الليل في أيام يهلكوا النفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصير المتحف الأشقى عليها. معنى إيه عدم الشقاء؟ أن تعتق رقبتك من النار فتكون من أهل الجنة. الكلام ده كله في 15 ساعة. إذا ال 15 ساعة دول لازم تكون يقظ القلب جدا فيهم. 15 ساعة كل سنة، كل فنت سنة تكون يقظ، إما أن تكون على نية صالحة، وده أصل الأمر هو النية، أن تنتوي وجه الله عز وجل، أن تنتوي القرب من الله تبارك وتعالى، أن تنتوي أن تعتق رقبتك من النار، النية، طهارة القلب هو أول خطوة ليك في يوم عرفة. بعد هذا أفضل شيء أن تعتكف في المسجد من الفجر إلى المغرب، أن تصلي الفجر في جماعة، تكبيرة الإحرام، الصف الأول، تجلس جلسة الشروق، تصلي الضحى مش ركعتين ولا أربعة، لا، ثم ركعات المستحب الأولى في هذا، ومع ذلك تمكث، إما أن تنام فقط للتطوع عن طاعة الله عز وجل، وإما أن تظل تقرأ القرآن. 15 ساعة هيعدوا، لكن اللي هيعدي عليه بأجر وثواب سيفوز فوزا عظيما. ثم صلاة الظهر، ثم صلاة العصر، ومن العصر إلى المغرب أنت متجه إلى القبلة، رافع يديك إلى السماء، مستحضر آيات القرآن والسنة، مستحضر كل حوائجك، كل طلباتك، هنالك سيكون الفوز العظيم. قيل لأحد السلف كان على جبل عرفة، قيل له: لبي، قال: ثم وحشة، أي في عندي وحشة في صدري. قيل له: لبي، قال: ثم وحشة، قيل له: لبي، قال: ثم وحشة، حتى كانت الشمس قد تغرب فقام ملبيا: لبيك اللهم لبيك، يمد بها صوته ثم خر ميتا. في اللحظة الأخيرة في يوم عرفة، أهم اللحظات، إنما الأعمال بالخواتيم، لحظة صح تتوب فيها، صح تقدر على الله، صح تكون من عتقاء الله، تكون من الفائزين. 15 ساعة بريم بونص تساوي سنتين، بل تساوي النجاة من هلاك الدهر والنجاة من هلاك الأبد، أن تعتق رقبتك من النار.